احداث قياده الوضع من خلال سنه 2000. نتشرف اليوم باستضافتي من اجل عرض نشاط الاحداث. بالنسبة للجريمة المنظمة مقارنة بين سنة 2021 تم تسجيل ارتفاع قدره 6% وانخفاض في عدد الأشخاص المتورطين. بالنسبة لجرائم المتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية خلال سنة 2022 تم تسجيل 11186 قضية بارتفاع قدره 39% مقارنة بسنة 2021. أيضا ارتفاع في عدد الأشخاص الموقوفين بنسبة 34%، 15547 شخص موقوف. بالنسبة للمحجوزات 42 قرابة 43 طن من الكيف المعالج، قرابة 35 كيلوغرام من الكوكايين، 94 غرام من الهيروين، وقرابة 7 ملايين قرص مؤثر.